كريم عشت لحظات كثيره جدا ما بين الفرحه والسعاده والحزن والخوف والمفاجاه واصابه موسيماني بالكورونا واصابه قبليه الاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي بكورونا. وقدامكم كل ده بيحصل والفرقه بتتمرن وموسيماني بيقول لهم انتوا لا انتوا بيتكلم على الفيفا يعني ان انتوا ما ينفعش تحطوا تعملوا تضارب في المواعيد. الحاجات دي كلها كيف رايت بعينيك هذه الامور؟ وعمار حمدي طبعا ليله المباراه بنتكلم على واحد كان من اهم الاعمده للفريق في ظل الغيابات اللي كانت بتواجه الفريق مع طبعا تزامن البطوله مع بطوله كاس الامم الافريقيه. عمار حمدي طبعا يجي له رباط صليب طبعا ربنا يشفيه ويعافيه هو واكرم، اكيد كانت بتبقى ضربه قويه جدا ان انت كمان اللعيب اللي هو انت البديل بتاعك او الخط الثاني بعد غياب الاساسيين هو كمان يتصاب. فانا بشوف يعني بتفق مع استاذ محمود صبري في اللي قاله ان انا بشوف النادي الاهلي اسم النادي الاهلي والروح. ماتش مونتري ما اعتقدش لو كنا عملنا ساعتها ليله المباراه استفتاء الناس متخيله ان احنا هنكسب المباراه دي بصراحه، ظروف صعبه جدا. ومونتري حضرتك تفتكر انا قلنا هنا قبل ما نسافر ان مونتري ما عندوش غيابات، حتى المجموعه اللي لعبت ماتش المكسيك في تصفيات الكونكا كاف وصلوا ولحقوا الفرقه في ابو ظبي واجاري. احنا عايزين نذكر الناس بهذه الامور لان احنا كنا بنتكلم فيها من زمان. هي فكره يعني. هي فكره ببساطه ايه ان النادي الاهلي فعلا واجه ظروف مستحيله. ماتش مونتري ده يعني اعجاز بصراحه اكتر ماتش الهلال، يعني ماتش الهلال ليه ظروفه لكن ماتش مونتري ده فعلا اعجاز. الفرقه اللي لعبت التشكيل الاساسي في كل خط في غياب رئيس مؤثر وكبير، حارس المرمى الرئيسي مش موجود، اثنين مساكين مش هم اساسيين، الباك اليمين مش هو الاساسي، الباك الشمال مش هو الاساسي، في خط الوسط لاعب رقم 8 مش هو الاساسي، حاجات غيابات، المهاجم الاساسي بتاعك مش موجود. فلكن بصراحه بشيد باللعيبه كلها كلهم، وحتى طاهر محمد طاهر لعب في مركز مش مركزه وحاول يعني يؤدي ما يمكن تأديه. محمد هاني عمل بطوله جميله رائعه، يعني محمد هاني ساعات بننتقد بعض من ادائه في المباريات المحليه لكن بس بس عالمي، لا مش بسيط حتى طبعا. مش هو بيعمل مثلا ياخد 7 من 10، لا 9.5 من 10، بيعمل حاجات غريبه بصراحه في المونديال، يعني يا رب السنه كلها تبقى مونديال. لا ده اللي انا بقوله تلعب مونديال عشان خاطر محمد هاني. فانا اعتقد ماتش مونتري احنا بدانا نحس ان احنا قريبين، وهنا انا برضو باكد على كلام استاذ محمود ان احنا طموحنا عالي بعد مباراه مونتري ان احنا فعلا ممكن بشويه تعب قدام بالميراس ممكن نعملها، خصوصا ان احنا بالميراس الضعيف ولا بالميراس القوي؟ لا هو بس هو الفرق عشان برضه نكون منصفين، هو الفرق الوحيد بالميراس هو عوده دودو. لو دودو كان مع الدحيل لعبنا مع الدحيل في مونديال قطر ورجع لبالميراس ده فعلا، طبعا دودو لعيب مؤثر بكل امان، لعيب مؤثر جدا جدا جدا. لكن برضو عايزين نقول ان بالميراس نفس الفريق فضل 40 دقيقه بيلعب زون ديفنس قدامنا، والهدف الاول جه من غلطه مننا، ما جاتش من هجمه او الجمله مترتبه من بالميرس. فانا بشوف لما انت هاجمت بالميرس كان ممكن تجيب اهداف شوت، وطبعا الحظ وقف معاهم بصراحه. توقيت الهدف الثاني كان قاتل، صح توقيت الهدف الثاني وانت لسه يعني موسيماني كان بيحاول يقدم اوراق هجوميه وان هو يضغطهم فجاه جاب الجول الثاني، بس مش مشكله. انا حسيت ان احنا يعني قدمنا اللي علينا وجاب ماتش الهلال، اعتقد الفينش بتاع البطوله خلينا وهاخد برضه كلام استاذ محمود ان احنا طموحنا فعلا دلوقتي انا احساسي ان كل منظومه النادي الاهلي مؤمنه ان احنا لو رحنا المونديال تاني لا ده احنا فرصتنا، بس اهم حاجه والنبي ما تحطلناش بطولتين في نفس الوقت بس ما نشوف. عموما احنا شفنا كتير اصل السنه دي يا عالم الا ممكن 3 بطولات السنه الجايه بعض.